وبعد ما انتهينا من تركيب الـ SSD رح نوضع هارد ميكانيكي إضافي ضمن هذا اللابتوب عن طريق أداة اسمها الكادي. هي الكادي بتنوضع مكان CD-ROM. مساء الخير شباب، بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة تفكيك لابتوب الايسر اللي بين ايدينا الـ E5-471، ورح نتعرف على طريقة تطوير الرامات وعلى طريقة إضافة هاردين ضمن هذا اللابتوب. خليكم معنا لنهاية الفيديو. وأكيد يا شباب قبل ما نبلش تفكيك هاللابتوب عطوني لايك على الفيديو لحتى يزيد انتشاره. عم تشوفونا أول مرة، اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم اللابتوبات. ملاحظة مهمة أصدقائي، في عندي هون فلاتة متصلة بهذا المكان، لازم زيلها قبل ما أشيل الغطاء. طبعا هاي هي الفلاتة اللي ذكرناها خاصة بالسبيكر، على ما أظن السبيكر الخاص باللابتوب. نتحدث بشكل سريع شباب لتطوير هذا الجهاز بشكل عام. عندي المكان الخاص بالرامات، بالإمكان تطويره برامتين 4 جيجا ب 4 جيجا DDR3 لو فولتاج. مكان كرت الوايرلس بهذا المكان مثل ما احنا شايفين، عندنا كتلة التبريد الكاملة بهذا الشكل. إضافة لمكان الهارد ديسك بيجي بهذا المكان وهو قابل للتبديل ب SSD لحتى تكسب سرعة أكبر. بالبداية بنقوم بتفكيك كتلة التبريد بالكامل لحتى نغير معجونة المعالج. وبعد ما قمنا بتنظيف جميع المخارج الخاصة بالهواء الخاصة بالمروحة، نعيد كتلة التبريد كما كانت. وهلأ نقوم بتفكيك الهارد ديسك لنركب بداله هارد SSD.
وبعد ما انتهينا من تركيب الاس اس دي رح نوضع هارد ميكانيكي اضافي ضمن هذا اللابتوب عن طريق اداة اسمها الكادي. هي الكادي بتنوضع مكان السي دي روم. طبعا ما ننسى المشبك اللي موجود كان على السواقة او علبة السواقة السابقة نوضعها على الكادي. وهيك يا شباب انتهينا من وضع هاردين ضمن هذا الجهاز، اما 2 SSD او 2 ميكانيكي ما عندك مشكلة. كذلك الامر موضوع تطوير الرامات، ذكرنا ان شئت فيك تضيف رامات اضافية لهذا الجهاز، تغيير معجونة المعالج وتنظيف المروحة. طبعا اكيد بالنهاية بنرجع الغطاء الخاص فيه، وما ننسى كذلك الامر ترجيع الكبلة الخاصة بالسبيكرات اللي شفناها ببداية الفيديو طريقة تفكيكها. شكرا لمتابعتكم أصدقائي، وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية.